تواصل المملكة جذب السياح والمستثمرين كونها بيئة خصبة للاستثمار، وذلك بعد إطلاق ولي العهد الرؤية التصميمية كورال بلوم للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. كما تغطي الرؤية التصميمية المنتجعات والفنادق المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها لتواكب التطلعات، ويتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية. وجهة سياحية فاخرة ومتجددة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة. مشروع البحر الأحمر يضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح باقي الفنادق الاثني عشر المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023. سيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية ونحو 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. كما ستضم الوجهة مراسٍ فاخرة وملاعب غولف والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام. سيتم تطوير المشروع على مساحة 28,000 كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة وبراكين خامدة وصحار ومعالم ثقافية وتراثية، وتضم كذلك فنادق ووحدات سكنية ومرافق تجارية وترفيهية، إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها. وتقود شركة البحر الأحمر للتطوير عملية تطوير المشروع، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة. التحق بنا في الاستوديو المختص في مجال السياحة الأستاذ ثامر الحربي. أهلا بك أستاذ ثامر معنا. أهلا وسهلا أخوي حسن. أهلا وسهلا. يعني بداية، ما الذي يمثله إطلاق وإعلان ولي العهد الرؤية التصميمية لكورال بلوم للمختصين والعاملين في مجال السياحة كأمثالك؟ طبعا تصميم كورال بلوم للجزيرة الرئيسية في مشروع البحر الأحمر يعتبر شيء جدا مميز، ولا يجعل مشروع البحر الأحمر ينافس الوجهات السياحية العالمية، بل يجعلها متفردة على مستوى العالم في التنوع الجغرافي اللي موجود والبيئي على أرخبيل 90 جزيرة. يعني المشاريع هذه والتصاميم كلها استوحات من الطبيعة والتنوع البيولوجي اللي موجود في المشروع نفسه. فبالتالي أنا أشوف أنه هذا راح يحدث نقلة كبيرة جدا في قطاعات السياحة والضيافة، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى العالم. وهذا حسب ما صرح فيه الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون ماغنو، تحدث أنه راح نقدم خدمات مختلفة تماما في مجالات السياحة والضيافة. راح يعيش الزائر لمشروع البحر الأحمر تجربة مميزة تجعله بكل يوم يستكشف شيء أجمل في هذا المشروع الجميل
التطوير في هذه المنطقة الجغرافية الجميلة. بالفعل يعني كونك مختص في مجال السياحة ستشعر بشيء مختلف عند سماعك بهذا الخبر لأول مرة، كيف كان شعورك؟ أنا مبسوط دائما الحمد لله والشكر. اليوم قطاعة السياحة والضيافة في المملكة تعيش قفزات كبيرة جدا على مستوى المشاريع العملاقة، سواء في مشروع نيوم، القدية، أمالة، مشروع البحر الأحمر مؤخرا، وهذه المشاريع كلها قريبا سوف نراها على يعني على أرض الواقع. في نهاية 2022 سيستقبل الزوار في مشروع البحر الأحمر، سوف نرى الإقبال الكبير راح يتم على هذه المشاريع في المملكة. فقط في مشروع البحر الأحمر في نهاية 2023 سوف يتم استقبال أكثر من 300,000 زائر، وفي نهاية 2030 سنستقبل مليون زائر لهذا المشروع أو لهذه الوجهة السياحية فقط. فأعتقد أن مثل هذه الوجهات السياحية ستعمل بنقلة كبيرة جدا وقفزة على مستوى المساهمة بالاقتصاد الوطني، على مستوى خلق الوظائف، على مستوى حتى في إشراك المجتمعات المحلية. ونشوف اليوم كالمشروع البحر الأحمر بين أملج وضبة أو الوجه وضبة، نشوف كيف المجتمع المحلي والموظفين اللي موجودين في الشركة، فهذه تعتبر يعني أمر كبير جدا. ما هو مستقبل المختصين في السياحة مع كل هذه الثورة التي تحدث في المملكة في مجال السياحة، في مجالات عديدة وكذلك مترابطة هي في الأساس؟ اليوم نشوف التطور والتركيز على النهضة في القطاع السياحي ليس في منطقة واحدة، في أغلب مناطق المملكة. هذا الشيء راح يحدث فرصة كبيرة جدا للمتخصصين، سواء أول اللي راح يتخصصون في قطاعات السياحة والضيافة مستقبلا. نعرف اليوم أنه فقط في مشروع البحر الأحمر، بما أنه حديث الساحة، مشروع البحر الأحمر سوف يخلق 70,000 فرصة وظيفية، 35 منها مباشرة و 35,000 وظيفة غير مباشرة. هذه كلها فرص للناس المتخصصين في قطاعات السياحة والضيافة، حتى في تنوع الأنماط السياحية اللي موجودة اليوم في الوجهات السياحية في المملكة. فهذا راح يحدث نقلة كبيرة جدا، وراح يعني يكون في طلب عالي جدا للمتخصصين في قطاعات السياحة والضيافة.